النهاردة أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى الخرطوم في السودان الشقيق، محملة بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان، أيضا بتوجيهات من الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار طبعا دعم وتضامن مصر مع أشقائنا في السودان في مختلف الأزمات. مسؤول الجانب السوداني الحقيقة وأشقائنا في السودان كان ليهم تقدير لهذا الجهد المبذول من مصر، وقدموا الشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود للتغلب على الشدائد اللي بيواجهها الشعب السوداني الشقيق. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات، أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بأطنان من الشحنات الطبية مقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية. من جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.